بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم يعني خلاص الليالي الأخيرة زي ما بيقولوا ربنا يتقبل منا ومنكم ويرضى عنا وعنكم وفاضل أيام قليلة على نهاية رمضان فنسأل الله تبارك وتعالى أن هو يتقبل منا ويرضى عنا. الحقيقة حلقة النهاردة هنبدأها عندنا أربع نقط، عندنا سؤال وعندنا شكر نعمة وعندنا مراجع وعندنا تعليق، أربع حاجات: سؤال، شكر نعمة، مراجع، تعليق، وبعد كده نقوم داخلين في الحلقة اللي هي لها محور واحد النهاردة، غزوة خيبر. تعالوا نبدأ الأول بالسؤال، السؤال اللي كل الناس عمالة بتسأل فيه وبتتصل بينا وعمالة تقوله، أنت كل يوم تقعد تقول لنا لازم تشيل رسالة، لازم تعمل حاجة، لازم تبقى تحس إنك مسؤول، هنعمل ايه بعد رمضان؟ وانا كل يوم اقعد اقول اوعوا يا جماعه بعد رمضان تناموا، اوعوا يا جماعه بعد رمضان كل واحد يروح لحاله. الناس اللي حست برسول الله وحبت رسول الله لازم تحس انها مسؤوله، انها هتقدم شيء عظيم غير عادي. وكاني يا جماعه عايز اقول لكم ان احنا ان شاء الله بعد رمضان ما عادش فيه، انا بتكلم عن نفسي شخصيا وبقول للشباب وبقول للناس وبقول للناس المتميزين في كل المجالات، ما عادش فيه بقى مدان للكلام. تعالوا ننزل وننفذ ونشوف مشاريع نعملها نهضة بلادنا، وكل واحد يجري العجلة، وحنلتقي إن شاء الله وحتواصل معاك ونشوف إزاي نقدر ننفذ وإزاي نقدر نشتغل. تعالوا نتفق على كده بعد رمضان. فأنا بقول للناس بعد رمضان تنفيذ، تعالوا ندور على مشروعات ننفذها ونشتغل فيها مع بعض. ده يشتغل في مشروعات صغيرة، ده يشتغل في محو أمية كمبيوتر، ده يشتغل، المهم إن احنا نشوف بلادنا محتاجة إيه ولازم نشتغل. وزي ما بقول لكم هنتواصل وهنلتقي وهنشتغل مع بعض ان شاء الله. طيب ده كان السؤال. النقطه اللي بعد كده شكر نعمه. ايه شكر نعمه؟ اخواننا متخيلين الفضل الكريم الكبير اللي ربنا اكرمنا بيه واللي اختصنا بيه ان هذا البرنامج يطلع من امام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. دي نعمه يعني الواحد بيسجد شكرا ليها كل يوم، مش عارف ازاي يشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى ان هو من عليه بالنعمة دي، ان ربنا اكرمنا نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ونطلع من حراء ونطلع من غار ثور ونطلع من احد. دي نعمة، والواحد شاعر بهذه النعمة ان ما حصلتش قبل كده ان يحكي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان، من قدام هذا المسجد، من الاماكن اللي حصل فيها. دي نعمة كبيرة قوي قوي قوي، يعني نحمد الله عليها حمدا كثيرا ان الملايين تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حصلتش في تاريخ الامه قبل كده ان الملايين تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم من هنا، من عند بيت النبي. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فعلا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. النقطه الثالثه، ناس كثير عماله تسال على مراجع السيرة، نجيب منين القصص والتحليل والأحداث بتاعة السيرة؟ فأنا بقول يا جماعة في فرق بين حاجتين، بين أحداث السيرة وبين التحليل اللي احنا بنقوله. أما أحداث السيرة فأنا أنصحك بأفضل كتاب أنا وجعته، جمع القصص الصحيحة المرويات الصحيحة وجمع كل ما يتم جمعه في هذا الأمر، هو أعظم ما رأيته أنا على حد علمي، كتاب عاملاه واحدة ست، امرأة، الدكتورة سميرة الزايد، والكتاب اسمه الجامع الصحيح في السيرة النبوية. الكتاب ده رائع في كل ما تجد عن السيرة من المولد إلى الوفاة من قصص صحيحة والآيات القرآنية المرتبطة بالسيرة، هذا الكتاب رائع. فإن لم تجده فكتاب الرحيق المختوم المنتشر والمعروف، لكن الكتابين دول هما بيتكلموا عن الأحداث ما بيحللوش. وأنا برضو أعتقد أن دون، ومش بنقول الكلام ده والله فخرا، إنما دي الحقيقة، أن الكلام التحليل اللي إحنا بنقوله في الحلقات واللي ناس كتير بتقول التحليل دون يمكن إحنا ما سمعناهوش قبل كده، مش هتلاقوه في الكتب يا أخوانا. واستغفر الله العظيم، مش عشان إحنا بنقول حاجة أعظم، لكن عشان التحليل اللي إحنا جايين بيه جاي في سنة 2005، فاهمين عايز أقول إيه؟ في ظرف عالمي يخص الأمة، يخص العالم العربي، يخص المسلمين، يخص العالم كله، ما كانش موجود من 30 سنة و 20 سنة و 15 سنة و 10 سنين. وكل كتب السيرة اللي كانت موجودة كانت بتحكي عن تصورات للزمن، وحلاوة السيرة النبوية إنها مناسبة لكل زمان ومكان.
فانت لو خدت الكلام اللي احنا بنقوله النهارده في 2005 وبالتاكيد استفدنا من الكتب اللي كانت موجوده، لكن الرؤيه اللي بتتكلم عن كون صاحب رساله، عن الاصلاح في الارض، عن التعايش، عن المواطنه، عن 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 هذا الكلام هو الكلام المناسب لهذا الوقت. عشان كده التحليل ممكن يعني، وأحب أقول حاجة برضو الحمد لله الواحد فخور بيها، إن شاء الله بعد رمضان سيعاد هذا البرنامج على قناة إقرأ، وسيعاد معاه شريط عليه الترجمة باللغة الإنجليزية علشان الناس كلها تشوفه، هينزل كتب بالعربية وبالإنجليزية، هينزل شرايط كاسيت، علشان الواحد عنده أمنية إن هذا المنتج يصل للعالم كله. هو ده رسولنا، هو ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا عالم. فهيعاد البرنامج ده بعد رمضان، حبيت أقول المعنى ده عشان أقول إن إحنا سنصل إليكم جميعا. النقطة اللي بعد كده تعليق، والتعليق هو ملاحظين حاجة يا جماعة، ملاحظين إن الآيات والأحاديث النبوية بتنزل مناسبة، عارف لما تسقط حاجة في التوقيت المناسب، أنا قلتها كذا مرة بس بأكد عليها النهاردة، لاحتياج المرحلة ولاحتياج الأمة في الوقت ده. أديك أمثلة، النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة، المرحلة دي محتاجة إيه؟ محتاجة تلاحم بين المهاجرين والأنصار، تنزل آيات وأحاديث الأخوة في الله. أنت بتقرأ دلوقتي تفتح كتاب زي رياض الصالحين تجد آيات وأحاديث عن الأخوة في الله وبتقرأها وخلاص، لكن لما تعرف دي جت إمتى؟ في فترة احتياج المجتمع إنه يتلاحم، فتعرف تستخدمها إمتى؟ دي كلمة للدعاء وكلمة للشباب اللي بيحب يدعو إلى الله، إمتى أستخدم إيه؟ ما هي سيرة النبي كلها على بعضها، والأحاديث كلها على بعضها، والقرآن كله على بعضه، طب ما أستخدم أي حاجة من القرآن؟ لا، استخدم إيه إمتى؟ وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد إن آيات الأخوة جت في الوقت المناسب، الآيات الدعوة إلى الهجرة وترك البلد وإن أنت تستعد إن أنت ممكن يحصل لك حاجة زي كده جت في وقت هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة، آيات الجهاد لما بدأ المسلمين يدخلوا في معارك مع الآخر، فلا بد من تشجيع للناس دي، ولا بد من آيات بتتكلم عن الشهادة وعن الصبر. وأي أمة من الأمم، إحنا يا إخواننا ما بنكسفش من آيات وأحاديث الجهاد اللي موجودة في ديننا أبدا، ما بنكسفش منها أبدا، لأن آيات وأحاديث الجهاد اللي موجودة في ديننا، أي أمة من الأمم من أمريكا لأوروبا لأي دولة بتبقى داخلة معركة بتعمل منشور عسكري يقوي الروح المعنويه لجنودها، مش كده؟ اشمعنى لما نيجي عند الاسلام وهنبقى مكسوفين من ديننا؟ احنا ما بنكسفش من ديننا، لكن بنقول ان دي جت في سياقها وفي مكانها وفي وقتها الطبيعي، ده كان معنى مهم. تعالوا ندخل بقى على النهارده، النهارده غزوه خيبر. ايه الموضوع؟ احنا النهارده سنه 7، واحنا النهارده خلصنا صلح الحديبيه. صلح الحديبيه اللي مضينا فيه مع قريش ان بيننا وبينها هدنه لمده 10 سنين. مضينا الصلح امتى؟ سنه 6، النهارده سنه 7. هو ايه اللي حصل؟ احنا النهارده محرم، شهر محرم سنه 7، النبي صلى الله عليه وسلم رجع من صلح الحديبيه، وبعد ما رجع من صلح الحديبيه بدا يتحرك في اتجاه خيبر. هو ايه اللي مودي النبي صلى الله عليه وسلم خيبر؟ ايه ليه هنحاربهم؟ ليه هنحارب اليهود؟ ليه؟ خلي بالك، خلينا نقول كذا حاجه. خيبر النهارده هي منطقة التآمر على المسلمين. يعني إيه؟ يعني أي حد عايز يتآمر على المسلمين بيروح لخيبر. في اللحظة دي سنة 4 و5 و6، بقالنا 3-4 سنين خيبر عمال يتجمع فيها المتآمرين. فاكرين يهود بني النضير طلعوا من المدينة على فين؟ على خيبر. فاكرين وهم طالعين كانوا عاملين إيه؟ وهم طالعين من خيبر حيي بن أخطب قائد بني النضير أم جايب كبش كده خروف وأم دبحه وسلخه وخد الجلد بتاعه وملى الجلد ذهب، غني جدا. إيه ده، هم المسلمين مش هيصدروا فلوسه؟ لا، إحنا قلنا له يطلع لأن هم غدروا بالاتفاقية وحق المواطنة اللي بيننا وبينهم، في هو مواطن في بلدنا له حقوق وعليه واجبات، فلما غدر بهذا الكلام لا تساكنوني في بلدي وقد هممتم بما هممتم به من الغدر، نص كلمة النبي لهم. فطلعين وشايلين فلوسهم، فبيبص للمسلمين وهو شايل الفلوس كده، الذهب غني جدا والمسلمين وضعهم أقل بكتير، ومع ذلك ما تصدرتش فلوسهم أبدا، ما لمسناش ملين من فلوسهم. فطلع بالفلوس كده وبيقول: أتدرون يا معاشر المسلمين لما هذا المال؟ لرفع الأرض وخفضها. يعني إيه؟ هنقلبها عليكم. طب ناخد ده، وبتقول الكلام ده، طب هاتوا فلوسه. لا،
لا اخلاقنا ولا ينفع ان احنا نعمل كده. فواخد الفلوس بيقول ده احنا هنقلب الدنيا عليكم بالفلوس دي. وان كنا قد تركنا النخل بالمدينه فخيبر، يبقى هو رايح فين؟ رايح خيبر، والنبي عارف انه رايح خيبر. فخيبر بها من النخل اضعاف مضاعفه، فيها 40,000 نخله خيبر في ذلك الوقت. فطالع، يبقى كل حد طالع من بني قريظه يطلع على فين؟ يطلع على هناك. طيب طب كعب بن الاشرف عايز يكتب شعر، ويكتب شعر، والشعر هو اداه الاعلام في ذلك الوقت، بيشتم فيه المسلمين وبيهجو فيه النبي وبيتكلم على اعراض المسلمين وعلى زوجات الرسول، ينتشر هذا الشعر فين؟ من خيبر. يبقى بقت وكر المتامرين ومركز المتامرين اللي بينطلقوا منه للجزيره. ده فوق كده في حاجه تانية، فوق ان هم بيعملوا كده. فاكرين غزوه الخندق؟ مين ابتدت منين غزوه الخندق؟ انا قلت اياميها، خليكم فاكرين الحته دي. اول واحد طلع يجمع القبائل العربيه حري بن اخطب، اللي هو من بني النضير اللي كان في المدينه، اللي طلع على خيبر وخلى خيبر مركز ليه، فبيلم القبائل العربيه. فهو اللي طلع من خيبر لم الجزيره العربيه، وهو اللي راح لابو سفيان. بس مش بقول ان العقل المدبر لحرب قريش ضد المسلمين هو خيبر، لا دي مبالغه، انما بقول انها مركز تامر ووكر للمتامرين. فطلعت الاحزاب، وكان اول من دعم هو خيبر. طيب بني قريظه اللي خانوا العهد مع المسلمين وكانوا هيخشوا في الخندق يهاجموا المسلمين من ورا، مين اللي حرضهم على خيانه العهد؟ فاكرين؟ هم برضه خيبر، حيا بن اخطب اللي طلع من خيبر. لا، يبقى خيبر مركز اعلامي بيتشتم منه المسلمين، وخيبر مركز المتامرين. وبعدين كل ما مشكله تحصل، كل ما مشكله تحصل في الجزيره العربيه والنبي صلى الله عليه وسلم يعالجها، الناس الفارين يروحوا فين؟ يروحوا خيبر. انت عارف لما يبقى عندك صديد بتعالجه، فكل ما تعالجه من حته يتجمع في حته تانية، فيقعد يتجمع من حته، يتجمع من حته، يتجمع من حته، لغايه ما يبقى ورم. هو كان صديد في حته وانت عالجته في الحته دي، فتجمع في حته تانية فبقى ورم. فهو حاليا ورم حميد، لو عرفت تتعامل معاه، لو سبته هيبقى ورم ايه؟ ورم سرطاني لا يمكن التعامل معه. فاهمين المثل ده؟ اهو ده بالظبط رؤيه المسلمين للتعامل مع خيبر. بس خيبر مش كده وبس يا جماعه، خيبر بدات، يعني انا بس بوريك الوضع عامل ازاي. الرسول صلى الله عليه وسلم مش داعي حرب، انما يا اما مضطر اليها يا اما منع من الرساله، يا اما يعملها للوصول الى سلام. وعمره ما عمل حرب تعطشا للدماء ابدا في تاريخه، واتحدى اي مستشرق من المستشرقين يثبت عكس الكلام اللي انا بقوله ده. يا اما مضطر اليها، يا اما بيعملها من اجل سلام زي ما هنشوف النهارده، يا اما النبي مش عارف يوصل رسالته، وانا لا يمكن اسكت ان انا ما وصلش رسالتي، ان شاء الله اموت. طيب غير كده خيبر عامله ايه؟ خيبر عامله مشكله تانية، انها بدات تبعت للفرس والروم تقول لهم ايه؟ نتعاون للقضاء على هذا البلد والوطن والدوله الجديده. بيتكلموا عن المسلمين. خلي بالكم الفرس والروم دلوقتي بدأت تسمع عن المسلمين، مش كده؟ النبي هيبدأ يبعت مكتبات ويقول لهم يعني من محمد رسول الله، فاكرين حلقة امبارح، إلى هرقل، إلى، فبدأوا يسمعوا إن في حاجة جديدة. فبدأت خيبر تبعت لهم تقول لهم أن نتعاون مع بعض على هذا الرجل. فإذا خيبر بتقوم دلوقتي بدور في منطقة الخطورة، دي مش بس مركز تآمر، دي بتقوي القوى العالمية علينا. خيبر فيها مشكلة ثالثة، إنها شديدة القرب من المدينة، ده هما 80 ميل يا إخوانا، يعني حوالي 150 كيلو بين المدينة وبين خيبر، خيبر في شمال المدينة فوق 150 كيلو. وبعدين خيبر دي 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 مش بلد عادية، دي قوة عسكرية واقتصادية غير عادية. خيبر كقوة اقتصادية فيها مزارع وفيها نخيل، لدرجة إن منطقة اسمها الكتيبة فيها لوحدها 40,000 نخلة. قوة اقتصادية غير عادية. طب وقوة عسكرية ازاي؟ فيها 10,000 مقاتل مدججين بالسلاح، ومش عايشين كده في الصحراء، دول كل خيبر عايشين جوه حصون. يعني فيها، هي خيبر منطقتين، منطقة أولى ومنطقة تانية. المنطقة الأولى فيها 5 حصون، والمنطقة التانية فيها 3 حصون، وهم عايشين جوه الحصون دي 8 حصون. والحصون يا اخوانا مش حصون جنب بعضها، دي واحدة ورا التانية، يعني ما تعرفش توصل للحصن الرابع الا لما تفتح التالت، وما تفتحش تفتح التالت الا التاني، ولازم تبدا بالاول واصعب واحد الاول. والحصون بعضها على قمم جبليه مرتفعه، فيضربوك بالسهام.
وبعدين الحصون فيها اكل وشرب يكفي الناس اللي جواهم لمده سنه. فيها ابار جوه الحصن البئر مش محتاج يطلع، وفيها مخزن اكل يكفي سنه. وفيها حصون بره الابار بتاعتها بره، لكن نازله بسراديب الميه معديه من بره داخله على الحصون، فهم يقدروا يشربوا من جوه الحصون والابار بتدخل عليهم اللي من بره. وبعدين يقدروا يتنقلوا من حصن للتاني ويقوموا قافلين عليهم، لو فتحت الاولاني يقوموا داخلين التاني وقافلين عليهم، لو فتحت التاني يدخل التالت ويقفل عليهم، وهكذا. ايه رايك بقى؟ حاجه رهيبه مش كده؟ انا اديت لك الصوره كده، شفت الوضع عامل ازاي. طب لو سكتنا لا، انت لو سكتنا مركز التآمر ده هيتحول من ورم حميد زي ما بقول لك الى ورم يعني سرطاني. وبعدين ده ممكن لو جابوا لنا الفرس والروم واقنعوا الفرس والروم دي تبقى كارثه. لا، لازم نطلع، عرفت المعركه، لازم نطلع، ملهاش حل. لو اي حد تاني داعي الى السلام، اعظم انسان داعي للسلام قدامه الموقف ده، ما ينبغيش انه يسكت، والا يبقى ضعيف او يبقى مش فاهم سياسه ويبقى مش فاهم دنيا. لازم تخرج يا رسول الله. هيخرج النبي صلى الله عليه وسلم، بس خارج عشان ايه؟ نذبحهم ونخلص عليهم؟ لا، تصدقوا لا خالص. ما الخارج ليه يا رسول الله؟ احولهم من موقف العداء واجبرهم على التعايش السلمي. انا عندي دليل على الكلام ده. ايه هو؟ ان اجمالي اللي قتلوا في خيبر من اليهود كام واحد؟ 10,000. ودي هتبقى مذبحه، ده هيبقى حمام دم. اجمالي القتلى 96 واحد، اغلبهم في مبارزات او مناوشات، واحد ضرب سهم فجيه، فاهمين اقصد ايه؟ ايه ده يعني؟ طب وانتهى بايه؟ انتهت بايه خيبر؟ خلينا نجيب من الاخر وبعدين نطلع للاول. صلح. ايه ده زي الحديبيه. فاكرين لما قلنا في الحديبيه النبي عمال يزنق قريش، مش عايز احارب، انا عايز السلام، بس هزنقك انت مش عايز السلام، انا هزنقك لغايه ما توافق على السلام. اهو بيعمل كده مع خيبر، بس خيبر مش هيقول لهم انا بزنقكم عشان السلام، طب انا هحاربكم بس انا مش عايز اعوركم ومش عايز اكسركم، انا عايز اوصل لصلح، عايز احولكم من حاله العداء لحاله ان انتوا تجبروا ان انتوا تتعايشوا سلميا من غير ما تهددوني. لازم تعرفوا ان بقى في قوه في المنطقه دلوقتي اسمها المسلمين، والقوه دي مش عايز اتدبح فيكم، لكن لابد ان انتوا ما تهددوهاش ابدا، ولابد ان انتوا تقبلوا ان انتوا تعيشوا بس نعيش سلميا، وساعتها ما عنديش معاكم مشكله. واضحه الصوره اللي احنا بنحكيها؟ طيب هتطلع بكام يا رسول الله؟ هيطلع النبي صلى الله عليه وسلم ب 1400 فقط. ايه ده؟ انتوا سمعتوا اللي احنا قلناه على حصون خيبر؟ انت بتتكلم جد؟ ده احنا بنقول 10,000، ده احنا بنقول مدججين بالسلاح، ده الحصون متقفله، دول 8 حصون، مش حصن واحد ولا 2 ولا 3، دول 8، دول بيتنقلوا من حصن للتاني، ينقلوا ستاتهم وعيالهم وفلوسهم واكلهم من حصن للتاني، وانت بقى عيش. ده انت لو فضلت تحاصرهم سنه ولا عندهم مشكله، عندهم اكلهم وشربهم. ايه ده يا رسول الله؟ هتخش ازاي يعني؟ يعني بص يا جماعه بقى، خطه النبي صلى الله عليه وسلم، خطه النبي ايه؟ يعني شوف العظمة العسكرية لرسول الله. خيبر الناس بتوع حرب دفاعية مش كده؟ عشان كده بنين الحصون، مش بتوع حرب هجومية. أنا صحيح 1500، لكن هو مهما كان حتى لو هو 10,000 مش هيطلع لي في الصحراء. ما هو لو طلع لي العشر تلاف قدام الألف وخمسمية، مين اللي يكسب؟ العشر تلاف. بس هو مش هيعملها. بص رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيعملوها خيبر. ليه؟ لأن أنا عارف طبيعتهم. اتنين، لان هم طالما عاملين الحصون دي فدول الناس بتوع ايه؟ بتوع حرب دفاعيه مش بتوع حرب هجوميه. طالما عاملين التحصينات دي يبقى دي طريقه تفكيره. لا يقاتلونكم الا في قرى محصنه او من وراء جدر. هو طبيعته ان هو بتاع حرب دفاعيه مش بتاع حرب هجوميه. اذا مش هيطلع لي في الصحراء. وبعدين هو مش هيطلع لي في الصحراء لسبب تاني، ان هو عارف ان انا دخلت لغايه دلوقتي 5 6 معارك كلها في الصحراء وانتصرت فيها كمسلمين، وعارف ان انا كل المعارك الصحراويه انا اللي انتصرت فيها، فمش هيطلع لي في الصحراء. اذا هو هيفضل جوه الحصون رغم انه 10,000. فلو قدرنا بالايمان وبالعزيمه، هنا بقى يجي الايمان، نحاصر حصن واتنين ونفتحهم، هتخلص المعركه، هيستسلموا ويقبلوا شروطنا.
وصلت النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه؟ فانت ما تقوليش 1400 قدام 10000 ما تنفعش. وعلى فكره كل اللي كانوا بيبصوا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم عظمه النبي في سياسته السياسه والعسكريه انه بيبص من بره. احنا كلنا يعني كل الناس بتبص من جوه الصندوق، يعني ايه يتخيل على 10000 قدام 1500 ما تنفعش. لكن ما حدش فكر ان دول مش بتوع هجوم، دول بتوع دفاع. وانت بتمتلك سلاح مش عنده، اسمه نصرت بالرعب، اسمه الايمان. فاهمين يا جماعه؟ شفتوا بقى خطه ذكيه مع ايمان. تعمل ايه؟ عرفتوا ليه شعار التنميه بالايمان تاني؟ عايز تعمل تنميه، عايز تمحو اميه، طب ما تستخدم الدين، ما تخلي الايمان هو اللي يحرك ان الناس تنجح. عايز تزرع الارض الصحراء اللي مش عارفه تتزرع، ما تخلي الدين الايمان اللي عند الشباب، خلي اديهم كلام في الايمان وحول طاقة الإيمان لطاقة زراعة وطاقة تنمية. عايز تعمل تحل مشكلة البطالة، ما تكلم الشباب على الإيمان وتعلمهم وتقول لهم روحوا اعملوا. احنا خايفين من الإيمان، هي بلدنا خايفة من الإيمان ليه؟ هو الإيمان هو الدين بعبع ولا احنا عندنا مشكلة مع الإيمان عموما؟ ايه المشكلة لما الإيمان يكون بيدعم تنمية؟ ايه المشكلة في الشعار ده التنمية بالإيمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم خطة ذكية للانتصار مدعومة. طب هتنجح بإيه الخطة دي؟ إحنا عندنا إيمان نخلينا نحاصرهم فنفتح، رغم إن الحصون منيعة، بس لو فتحنا واحد أو اتنين. طب وبعد ما نفتح واحد أو اتنين يا رسول الله، بص بقية خطة النبي، هيروحوا على التالت هنحاصرهم، هيبدأوا يحسوا إن الحصون بتقع، هيبدأ قدامهم حاجة من الاتنين، يا يطلعوا لنا يحاربونا يا يمضوا صلح. ساعتها أنا هقول لهم نحط الصلح بس بشروطي، لأنهم مش بتوع حرب. شفتوا صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الحرب من اجل الايه؟ الحرب من اجل السلام. على فكره كان ممكن يقول لا مش حمد الصلح، زي ما مع قريش كان ممكن يحارب ويموتهم، كان ممكن يجي مع يهود خيبر في الاخر ويقول ما فيش صلح وهحارب، يعني هحارب وانتوا روحكم المعنويه انهارت وهدخل عليكم. لاحظ حاجه تانية، ما كانش بيقتحم عليهم الحصون ويدبحهم جوه الحصون، كان بيسيبهم ينتقلوا من حصن لحصن، يفتح الحصن الاولاني وهم عارف ان هم هيسلموا في الاخر. طب ما احنا ايه مشكلتنا ان احنا نصبر يا صحابه يا مؤمنين على حصن واثنين وثلاثه؟ اجملوا بقى قضيتنا الوقت، الايمان اللي يصبرك انك تفضل محاصر من غير ما روحك المعنويه تضيع لغايه ما تفتح. شفتوا خيبر؟ خلصت خيبر، هي دي المعركه وهي دي خطه النبي وهو ده الهدف. ايه هو الهدف في الاخر يا رسول الله؟ القوه الخطيره دي اللي بتهددنا، انا عايز اقول لها انزعي سلاحك، عايز اقول لها لا مش هتهدديني، عايزه تعيشي مسلمة اهلا بيكي. ايه رايكم؟ هل الكلام دون حد يرفضه؟ حد يأبى؟ حد يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد الدماء؟ لا والله، لكن تمنعني من رسالتي هحارب. شوفوا وضوح الغايات عند النبي صلى الله عليه وسلم واضحه قد ايه. يا سلام عليك يا رسول الله، يعني والله احنا محتاجين في بلدنا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم والوضوح. امه عندها رساله وعايزه تعيش تحقق الرساله دي، والرساله عايزه تحققها بالسلام الا لو اضطرت للحرب. في اعظم من كده؟ امه مدعمه بالاخلاق، امه ما بتغدرش، ما بتخنش، ما بتكذبش، امه بتصلح في الارض. كنتم خير امه اخرجت للناس. يا خساره المسلمين، يا خساره لما بعدتوا عن طريق النبي والفجوه كبرت قوي، جايين النهارده نقول يا ده النبي عظيم قوي، احنا كنا بنحبه بس ما كناش متخيلين كده. فين السنين اللي فاتت؟ ليه بعدته كده؟ فين مناهج المدارس اللي علمتنا ان هو ده رسولنا؟ بدل ما احنا عمالين ندافع ونقول لا والله ده الاسلام ما فيهوش جهاد، ده الاسلام حرب دفاعيه وخايفين ومكسوفين من ديننا. احنا ما بنكسفش من ديننا، وبنكسفش ان ديننا في جهاد وفي شهاده بس في مكانها صحيح وبالشكل اللي احنا بنقوله. يطلع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب امتى المعركه هتتعمل؟ بعد الحديبيه. طب يا رسول الله ما هي خيبر دي عامله المشاكل من ايام سنه 5 واحنا دلوقتي سنه 7، من ايام الخندق، سايبهم ليه من اياميها؟ ده انت سكت عنهم خالص. انا ما بفتحش على نفسي جبهتين في نفس الوقت. احنا عندنا مشكله مع قريش، افتح قريش وافتح خيبر؟ لا نسكت عليهم خالص، مش وقتها. شايف صلى الله عليه وسلم شايف تخطيط يا اخوانا، شايف العمق. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ حد يصدق يا اخوانا الامي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيعلم كل التخطيط دون للعالم كله؟ على فكرة احنا واحنا بنحكي قصة النبي، انتم موافقين معايا ان احنا ما بنحكيهاش للمسلمين وبس؟ مش توافقوا معايا يا اخوانا ان اي واحد اي بشر
إذا كان سياسي ولا عسكري ولا دبلوماسي ولا بتاع سلام ولا غربي ولا شرقي ولا مسلم ولا غير مسلم يستفيد من سيرة النبي ولا لا. والله العظيم هي قصة للبشرية، ومش بنقول كده إن إحنا متحيزين، هو فعلا سيد ولد آدم، وعشان كده قال ولا فخر. أنا مش بفتخر، دي الحقيقة، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لأن ما حدش من البشرية هيتعلم كما يتعلم منه صلى الله عليه وسلم. مين عنده هذا الكم من العلم في كل المجالات كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا غير مسلمين أنتم محتاجين تسمعوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يا غرب أنتم محتاجين تتعلموا السلام، إذا كنتوا بتتكلموا عن السلام تعالوا تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله. أنا كل ما بنقول يا جماعة على النبي ونحس إن خلاص فاضل ثلاث أيام، هو فاضل ثلاث حلقات، كل ما نقول خلاص قربنا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الواحد والله أنا بكلمكم بجد، أنا اليومين دول كل ما بروح عند النبي صلى الله عليه وسلم ببقى بسلم عليه بعد الحلقة، ببقى مشفق على، أنا تعبان على آخر يوم. يعني أنا أول مرة أفهم يا إخوانا كلمة سيدنا عمر، كلما أصابتني مصيبة تذكرت مصيبتي في فقد رسول الله. أنا طول عمري بقرأ القصة دي بس عمري ما فهمتها، أو بقول قال كده، بس إحنا تعلقنا بيه شهر مش قادرين نسيبه، فما بالكوا باللي عاشوا معاه وحطوا إيدهم في إيده وحضنوه وطبطب عليهم ودعالهم وشافوا اللي إحنا بنقوله بقى قدام عينيهم، تخيل دول يوم فقدوا يبقوا عاملين إزاي؟ يعني إذا كنا إحنا، إذا كنت أنا عشان بقالي في المدينة شهر مش عارف هروح وأنا مشتاق أرجع لأهلي والبلدي وأرجع لمصر، ومع ذلك مش عارف هخرج إزاي من قدام بيته آخر يوم، فما بالكوا. ليك حق يا سيدنا عمر تقول إن أنا كل ما بتصدني مصيبة ولا بستهونها جنب مصيبتي فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلش تعالوا نكمل. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف وربعمية فقط، وهو خارج تنادي النساء: يا رسول الله نريد أن نخرج معكم، وإحنا كمان عايزين نطلع معاك يا رسول الله. أظن بقى المعركة، إحنا كل مرة بناخد الستات وكل حلقة نقول الستات معنا، بس معلش يا ستات المرة دي الموضوع صعب جدا أكبر من قدرتكم. لا دي حصون، ده موضوع مش سهل، دي مش معركة وراجعين، دي أصعب حاجة، فمعلش مش هناخد الستات، مش كده؟ لا هناخد الستات. ده انا بس ايه عشان الناس اللي قاعده قدامي دلوقتي يقولوا لي فعلا ما ينفعش يجي ستات، وهم فعلا يا جماعه هزوا دماغهم فعلا ما ينفعش يجي ستات، لكن لا. فقالوا: يا رسول الله نريد ان نخرج معكم. فقال: نعم على بركه الله، يلا معانا يا ستات. فخرجت الستات. كم ست طلعوا مع النبي؟ 20 ست. 20 ست طلعوا مع النبي من ال 1400. طلع ال 20 ست مع النبي. النبي بعد ما بدا يتحرك وبعد عن المدينه بيبص لقى في وسط ال 20 ست جارية صغيرة، بنت صغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشفق قوي، يعني لو كنت قلت لي إن الأول وإحنا في المدينة ما كناش طلعناها، دي 12 13 سنة أو يمكن أصغر. فقال النبي، يعني لا هي أصغر بالفعل، فقال النبي: تعالي بنت لم تبلغ الحلم. فقال النبي: تعالي، ما الذي أخرجك؟ فقالت: أخرج معك يا رسول الله، أنا طلع معك كأنها طلع رحلة، بس أخرج معك يا رسول الله. فقال النبي: اركبي خلفي. فتخيل خدها الغزوة كلها على الناقة بتاعته. يا سلام على حنيتك يا رسول الله، احنا في يا رسول الله احنا في معركة، ومعركة دي أصعب معركة دي. لا هو صلى الله عليه وسلم، هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، ده فما بالكوا بقى لو فرح بيك يوم القيامة هيعمل معك. دي جارية لقاها طلعة غلط فصعبت عليه فعمل فيها كده. طب لو لقاك انت عملت حاجة للإسلام صح يفرح بيك قد ايه. فركبها وراه. تقول الجارية: كان والله إذا أراد أن يستريح أناخ لي الجمل فأخذ بيدي فأنزلني. مش حد ينزلها أو يسيبها، أنا مش فاضي حد يبقى ياخد باله منها، فأنزلني. فإذا أراد أن يركب سأل عني أولا. مشتاق بقى تقابله في الجنة. هيعمل معاك ايه بقى؟ بس تبقى جدع، تبقى راجل، تبقي تستاهلي، هيعمل معاك اكتر من كده. ياخدك ويدخلك الجنه ويوريك القصر بتاعك، وياخدك في حضنه ويطبطب عليك ويعرفك على الصحابه ويقول لهم ده فلان ده كان موجود بعدي ب 1400 سنه، كان راجل عمل كذا، فانت عملت ايه عشان يشاور عليك؟ ياخذ الجاريه. هي الجاريه بتقول: فلما فتح خيبر وجاءت الغنائم فاخذ النبي يوزع الغنائم، فبينما هو يوزع الغنائم جاءته قلاده عود
فظل يبحث بين الناس يبحث عني حتى رآني فقال تعالي هذا نصيبك. تقول فهممت أن أخذها من يد النبي لألبسها، فقال لا أنا ألبسك إياها، أنا ألبسها لك. فوضعها النبي صلى الله عليه وسلم في عنقي. تقول الجارية فوالله لا تغادر رقبتي منذ وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أمرت أن تدفن معي في قبري حتى آتي النبي يوم القيامة فأقول له أتذكرني يا رسول الله، أنا جارية خيبر وهذه القلادة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شايف حط، شايف الحنان، شايف العطف. محرومين احنا مش كده؟ محرومين والله، محرومين. لا اقول لك حاجه، مش محرومين قوي. كل يوم خميس تعرض اعمالنا عليه، فما كان فيها من خير يحمد الله تعالى باسمائنا، وما كان فيها من شر حديث صحيح، وما كان فيها غير ذلك مش حاجات كويسه استغفرت لكم الله. فبقت حياته خير لنا ووفاته خير لنا صلى الله عليه وسلم، رحمه للعالمين حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم. طيب هيطلع الجيش، هنوصل لغايه الحصون، بنتحرك اهو. خلي بالكم قبل ما نتحرك تحصل حاجه عجيبه. ايه؟ في اليهود في المدينه، هو لسه في يهود. ما احنا قلنا بقى النبي طرد اليهود الغادرين، لكن اليهود اللي ما غدروش مواطنين اهلا بيهم في بلدنا، مقيمين معانا في بلدنا، مقيمين في المدينه، لسه في يهود. ففي واحد يهودي اسمه ابو شحم عايش في المدينه لسه. فأبو شحم دون يعرف واحد من الصحابة اسمه عبد الله ابن أبي حضرد الأسلامي. عبد الله ابن أبي حضرد مستلف 5 دراهم من مين؟ من أبو شحم اليهودي. إيه ده؟ يعني المسلمين واليهود بيستلفوا من بعض، يعني التعايش عادي. أيوه، عايشين في بلد واحدة بشكل عادي وبيستلفوا من بعض، ومسلم مستلف منه ما استلفش من مسلم تاني. اليهود كانوا أغنياء وإحنا ما صدرناش فلوسهم، فما فيش شايف النموذج النبوي للتعايش؟ طالما محافظين على واجباتهم وطالما ما بياخدوش حقوقنا اهلا بيهم، بس ما ياخدش حقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي حضرد عليه 5 دراهم، فهو طالع لغزوه خيبر، فقام جاي له ابو الشحم اليهودي فقال اين تذهب؟ والله لا تخرج حتى تعطيني مالي. كان لسه ميعاد استحقاق الفلوس ما جاش. فقال له لم ياتي الموعد بعد. قال اتظن انك ستعود؟ انت فاكر نفسك هتعود؟ اتظن ان قتال الخيابر كقتال العرب؟ انت فاكرهم زي العرب؟ إنهم فيها والله، فيها والتوراة 10,000 يعني رجل مدججين بالسلاح، أنت مش راجع أصلا، اديني فلوسي. فقال انتظرني حتى أذهب إلى خيبر فأغنم. طيب سيدنا عبد الله ابن يعني بيقول له كده، فأغنم ثم آتيك بمالك. فقد وعدنا رسول الله أننا سنفتح خيبر ونغنم منها. فإيه؟ خلي بالكم معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده ان عبد الله ابن ابي حضرد بيتعامل مع ابو شحم على انه مواطن معاه في نفس البلد بهذه البساطه. ما هو دي معناها كده، طالما بيقول له ده بيتكلموا على واحد معاه في نفس دينه بس بلد تانية، بس انت معايا في بلدي فانت مواطن معايا. فقال عبد الله ابن ابي، فقال ابو شحم والله لا تخرج حتى تعطيني مالي. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بصفته رئيس للدوله. فقال النبي يا ابا حضرد معه الحق، لا تخرج حتى تعطيه ماله. فقال يا رسول الله وعدتنا أننا سنغنم ولم يأتي موعد السداد بعد. قال يا أبا حضرد معه الحق، لا تخوش حتى تعطيه ماله. افرض ما رجعتش. صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. إيه رأيكم؟ في عدل أكتر من كده؟ سمعت عن دولة عدلت مع الأقليات اللي موجودة فيهم بعدل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نتهم بعد كده أن نبينا هو اللي بيشجع العنف والإرهاب في العالم؟ والله هذا ظلم، واحنا مطالبين ان احنا نصلح الصوره ونحكي الكلام اللي احنا بنقوله ده، ونقول ابدا نبينا صلى الله عليه وسلم رمز العدل في الارض، رمز الرحمه في الارض. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تطلعش لغايه ما تدي له ماله. يقول عبد الله بن ابي حضرد وما كان معي غير ثوبين. هطلع المعركه بايه؟ ثوب لابسه وثوب بغير فيه، دي معركه، ده شهر يعني، على الاقل شهر يعني. يقول فبعت ثوبي. تخيل، خد الثوب بتاعه، فضل بالجلباب اللي عليه وراح باع الثوب بتاعه، فأخذت ثمن الثوب ب3 دراهم، لسه له ايه؟ 2 درهم. فبعت عمامتي التي ستقيني من حر الصحراء وأخذت ال5 دراهم وأعطيتها له. شايف حقوق المواطنين عند النبي عاملة ازاي؟ حقه. فأعطيته ال5 دراهم ثم جلست حزينا مع
معيش غير جلباب واحد، هطلع ازاي؟ بس شوفوا يا جماعه حرص عبد الله بن ابي حضرت على انه يطلع مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو هبيع هدومي. حد مستعد يا اخوانا يبيع هدومه عشان رسالته؟ هدومك مستعد يبيع هدومك؟ عبد الله بن ابي حضرت مش هتلاقي له في السيره غير الموقف ده، بس يكفيك. ممكن تعيش عليه عمرك كله، ممكن تبقى صاحب رساله بمجرد انك تسمع الحكايه دي. مش بقول لكم احنا هنتقابل بعد رمضان ننزل ننفذ بقى؟ تعالوا نصلح في بلادنا، كفايه كلام. احنا حكينا سيره النبي صلى الله عليه وسلم عشان نفهم، وهنعيدها بعد رمضان ان شاء الله باذن الله عشان كل اسبوع تراجع المعاني العظيمه دي ونزلها في الدنيا كلها. لكن انزل بقى اشتغل بقى، خليك صاحب رساله. باع هدومه يا اخوانا، اقولها تاني، باع هدومه يا اخوانا، باع هدومه عشان يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما يقول، فبينما انا جالس حزين، بس بشر، بعت هدومي، هطلع بجلابيت اللي عليا بس. مرت بي امراه عجوزه من مسلمي المدينه، فقالت: ما لك يا ابا حضرت، ما لك يا صاحب رسول الله؟ شوفوا يا بخته، ما لك يا صاحب رسول الله؟ فقال: والله بعت ملابسي وما معي شيء اخرج به مع رسول الله غير ما البس. قالت: خذ بردتي لأكون معكم في هذا المعركة، فأثاب معكم في هذا اليوم. فقامت قلع العباية بتاعتها اللي هي بتتدفى بيها في الشتاء، ست عجوزة، وفضلت هي بثوب واحد. فقال: وأنت؟ قالت: سأجلس في بيتي حتى تعودوا فأؤجر معكم، خذ بردتي واخرج بها. شايفين المجتمع عامل ازاي؟ شايفين المجتمع المؤمن اللي بيحب الإيمان؟ عرفتوا ليه يا جماعه احنا واقعين خالص؟ لان ما عندناش القيم دي، عشان كل واحد بيقول انا وولادي وبس، وهم كل واحد فيهم بيقول رسالتي والناس قبلي انا وولادي. لازم ينتصروا، لازم ربنا يعزهم، واللي هيعيش لنفسه لازم ينزل وينزل، والامه تنزل وتنزل لغايه ما تبقى تحت تحت تحت، بقى لها 200 سنه تحت، مش ان الاوان بقى تقوم وتنهض. بس ناس عايشه لرساله ومش عايشه للانا، عايشه للناس. ولو ما طلعتش النوعيه دي باعداد كبيره في الامه في الثلاث اربع سنين اللي جايه، عليه العوض 100 سنه كمان، ونبقى نستاهل، وربنا ما بيحبش حد، ومش هنقف على رجلينا. ويقابلنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه يفرح بالامه باجيالها كلها، ويمكن يجي عند الجيل ده ويقول: الجيل ده مش مني، كانوا مسلمين بس مش هم دول، هم دول اللي انا تعبت عشانهم، هم دول اللي انا بذلت وضحيت عشانهم. انت من امتي؟ انت بذلت يا اخوانا؟ فكروا في الكلام ده، فاضل 3 ايام، انا خايف تبردوا بعد رمضان، ولازم بعد رمضان هنقل ايمانين. بس خلي فكره الرساله ماليه دماغك، عشان لما يجي الداعي ونقول يلا يا جماعه نشتغل، ما نلاقيكش بردت ومت واختفيت. تيجي تقول: اه انا صحيح بردت ايمانين شويه، بس انا جاهز، يلا نشتغل، يلا نصلح، يلا نعمل نهضه لبلادنا. النبي صلى الله عليه وسلم ابو حضرد ياخد العباءه ويطلع بيها. من الحاجات اللطيفه ان عبد الله بن ابي حضرد غنم في من ضمن الغنائم، لان في رجال ماتوا وفي ستات اخذت سبي في وطبعا كان السبي ساعتها مقبول بيه لغايه ما الاسلام حرر العبيد واحده واحده، عشان ما حدش يقول ان الاسلام سبي العبيد. ده هو اللي بدا يحرر العبيد، لكن ده كان قانون دولي ساعتها ان في سبي. فمين اللي جه في نصيب عبد الله بن ابي حضرد؟ بنت جاريه. مين قريبها في المدينه؟ ابو شحم. فأبو شحم اضطر إن هو يدفع عشان يحررها 1000 درهم، فخد الخمسة بتوعه ورجع لسيدنا. شفتوا بقى لما يا جماعة لازم ربنا فخد 1000 درهم عبد الله بن أبي حضرت في القصة دي. يطلع النبي ويطلع المسلمين ويتحرك الجيش. احنا فين دلوقتي؟ احنا خلاص قربنا داخلين على الحصون. هتعمل ايه يا رسول الله وانت داخل على اول حصن من الحصون؟ أول ما يوصل النبي صلى الله عليه وسلم، وصلنا عند الحصون خلاص، قف، محدش يتحرك. إيه يا رسول الله؟ الجيش ماشي. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو ماشي في، لا خلينا نرجع شوية قبل ما يوصل لغاية الحصون. النبي ماشي في الطريق فيبدأ يقول الصحابة تحركوا في صفوف. حاجة نظام عجيب قوي. طب ما نمشي كده براحتنا يا رسول الله، إحنا مش ضامنين الأمان في الطريق ومش عارفين خيبر هتعمل إيه، هنتحرك صفوف ومحدش يسبق الصف اللي قدامه. حاجه نظام شديد وانضباط شديد. ففي ليله من الليالي في ضوء القمر النبي ماشي، لقى قدام الجيش خوذة بتلمع، فكادوا ان هم يضربوها، افتكروه عدو. فاذا واحد من الصحابه سبق الجيش، سيدنا جبر ابو عبس بن جبر. فالنبي ما فيش هزار بقى، فقال: ما الذي جعلك تسبقنا؟
فقال يا رسول الله ناقتي سريعه، يعني انتوا ماشيين بشويش يعني، وانا معايا عربيه. والله يا اخوانا انا عايز اقول حاجه، معلش هقطع واقول المعنى دون. انا كل يوم التاني بيجي لي من ابائنا وامهاتنا هنا في المملكه وفي مصر على شباب بيسوقوا بسرعه متهوره، ولغايه امبارح شباب بيموت على طرق صحراويه. ارحموا ابائكم، يعني اولا ربنا يرحم الولاد اللي ماتوا، لكن يا شباب بالله عليكم بلاش كده، ربنا يغفر ويرحم للشباب اللي ماتوا دول كل يوم يا اخوانا والله، هنا وفي مصر بالذات اكتر بلدين. وحوادث السيارات عند الشباب ربنا يرحمهم، الصحابي ده النبي هيغضب عليه بسبب سرعه. سبق الجيش، اصلا عربيتي اصلا الناقه بتاعتي نجيبه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، يا شباب غضب الاب والام على السرعه وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لو تهورت بسرعه. فغضب النبي قال الم اقل لك لا تسبقنا؟ فقال يا رسول الله حس النبي غضبان. فقال النبي عد الى اخر الجيش وعذره ان هو حبس يوم، النبي صلى الله عليه وسلم ما يتصلش بينا ولا يتكلم معانا لمده يوم. انضباط، مفيش هزار، تسمع الكلام. شايف جيش منضبط ازاي؟ الجيش ماشي في وسط ما الجيش بيتحرك وماشي وبقى بنقرب، اذا بمفاجاه ايه؟ غطفان. فاكرين غطفان اللي طلعت غزوه الخندق مع قريش وكان قائدهم عيينه بن حصن والنبي قال له اديك تلت ثمار المدينه وترجع، وبعدين الصحابه رفضوا. طالع تاني، طالع تاني ايه؟ جاي في ظهر المسلمين. ليه؟ اصل خيبر وهي 10,000 خايفه. فقالت له ما تيجي نعمل كماشه على محمد، احنا من قدام وانت تجيله من ظهره، فنبقى من قدامه ومن ورا فنخلص عليه. طالع معاه كام؟ 4,000. لا دي تغير الموازين، النبي طالع عشان يحاصر الحصون، كده من قدامه ومن ورا ما ينفعش. فالنبي بعت له ارجع يا عنينة بن حصن ولك نصف ثمار خيبر، هفتح خيبر واديك نصف الثمار وارجع. فقال لا، اتاري خيبر وعداه بثمار خيبر لمده سنه. فالنبي عرف، فقال ارجع يا عيينه ولك ثمار خيبر لمده سنه. فقال لا، فالنبي بعت له قال ارجع يا عيينه قبل لا تجد الا السيف. فقال لا، معي 10,000 مقاتل في خيبر. فالنبي قال سنرى. طيب هتشوف، خلي بالكم الوضع صعب قوي، من قدامنا ومن ورانا وجاي 4,000 وعمال يقرب. تخيلوا جيش النبي ماشي وجيش عيينه بيقرب وراه وعمالين داخلين على خيبر، طب هنروح فين؟ طب الحل ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعمل حاجه عظيمه جدا. احنا عندنا فاكرين المخابرات الاسلاميه طلحه بن عبيد الله، عشان كده طلحه بن عبيد الله وسعيد بن زيد من المبشرين بالجنه، خلي بالكم عشان ماهرين، عشان هينقذوا المسلمين النهارده. ما هو الاسلام مش صلاه وصوم وبس يا اخوان، انت مهاراتك في ايه؟ انا مهاراتي في التكنولوجيا، انا مهاراتي في البحث العلمي، انا دكتور شاطر، انا اخترعت كذا. هم دول احباب النبي صلى الله عليه وسلم، هم بس احباب النبي اللي حافظين قران. طبعا احباب النبي اللي حافظين قران، بس مش بس دول ومش كفايه. ولو الامه ما فيهاش الا دول يبقى بقيه الامه فين؟ بص طلحه بن عبيد الله هيعملوا ايه؟ هيدخلوا طلحه بن عبيد الله وسعيد بن زيد عندهم عملاء ليهم للمسلمين مخبين اسلامهم عشان في الاوقات اللي زي دي يستخدموهم. من فين؟ من غطفان اللي هي طالعه. فيقولوا لعملائهم ادخلوا وسط القبيله بتاعتكم وشيعوا ان النبي رايح بجيش بعد جيش تاني غير الجيش اللي طلع بيه خيبر يفتح غطفان. ويقوم جاي واحد من اخر الجيش، ادركونا ادركونا، محمد والجيش يذهب الى خيبر وجيش يخرج من المدينه الى غطفان. فعيينة بن حصن ستتنا واولادنا. فانقلب بجيشه مسرعا خيبر ايه تلت تمر ومراتي وابني، وانطلق مسرعا الى غطفان. فاذا الدنيا في امان وسلام ومفيش اي حاجه. طلحه بن عبيد الله وسعيد بن زيد خلصوا، ارجع يا عم ارجع، ضحك عليه بايه؟ بالشغل بتاعنا. حاجة راقية قوي يعني. شايف النبي مربي ناس طالعة ازاي؟ شايف النوعيات اللي طالعة من ايد النبي صلى الله عليه وسلم عاملة ازاي؟ ناس يا جماعة تبهر الدنيا، تبهر التاريخ. وصلنا عند خيبر، أول ما نوصل عند خيبر قفوا، ما حدش يدخل. يا رسول الله نكمل؟ لا، ندعي دعاء دخول القرية. هو ده جيش ولا ناس عباد ولا ناس مؤمن؟ ايه هما؟ ايه بالظبط؟ هما كل حاجة، هم اصحاب رساله اصلاحيه للارض. ها صحيح احنا بنخطط بس مؤمنين، تنميه وايمان مع بعض. فيقف النبي يقول اني داع. يلا على فكره يا جماعه احفظوا الدعاء دون، كل ما تخش بلد اي بلد تسافرها لازم تقول الدعاء ده، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. مش تحفظه
ده مش هو اللي يدخل الجيش الا ما يقوله. بص والدعاء جميل قوي، اسمع كده: اللهم رب السماوات السبع وما اظلل، اللهم رب السماوات السبع وما اظلل اللي بتضلله، ورب الاراضين السبع وما اقللن والخير اللي جواها بترول وغيره، ورب الرياح وما ذرين والخير اللي بتجيبه الرياح، ورب الشياطين وما اضلل. يا رب كل الحاجات دي، وكل الحاجات دي موجوده في البلد اللي انا داخلها، اسالك من خير هذه البلده وخير اهلها وخير ما فيها، واعوذ بك من شر هذه البلده وشر اهلها وشر ما فيها. هذا الدعاء، هذا الكلمات لا يقولها الا نبي، ما يعرفش يقول الكلام ده الا نبي. بس خلي بالكم يا جماعه، لو واحد داخل يدمر بلد يقول الكلمتين دول؟ شفت يعني نفسيه اللي داخل يدمر ويحرق ويقتل يقول الكلمتين دول: اسالك من خير هذه البلده وخير اهلها وخير ما فيها واعوذ بك. يبقى ايه؟ يبقى مش جاي يدمر، يبقى صح كلامي ولا لا؟ ده جاي هيلجئهم للصلح، لكن مضطر يطلع بجيش. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، اول ما يقول النبي كده خلاص وصلنا عند الحصون، الدنيا ليل. يعني ايه الدنيا ليل؟ الدنيا مليله. يعني ايه يا رسول الله؟ يعني طب ما نهاجم، طب ما ده احسن وقت للهجوم. لا، ننتظر حتى الصباح. ليه يا رسول الله؟ كي لا نروع النساء والاطفال. شايف؟ على فكره كان من ده مش دي المره الوحيده اللي قال كده، كان دايما صلى الله عليه وسلم يدي توجيهاته للجيش: لا تغيروا عليهم صبحا، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امراه، لا تحرقوا زرعا، لا تهدموا بيتا، ستجدون رجال تفرغوا للعباده في الصوامع من الرهبان فدعوهم وما هم فيه، لا تغيروا عليهم صبحا كي لا تروعوا النساء والاطفال. ده جيش ده ولا اخلاق حربيه؟ والله الغرب ما عرف الاخلاق الحربيه الا بعد الحرب العالميه الثانيه، لكن النبي بيتكلم عن الاخلاق في الحرب من 1400 سنه. حرام الستات والاطفال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعسكر خارج المدينه، ويبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يعسكر خارج المدينه ويبقى الجيش في الخارج، يجيله الحباب بن المنذر. فاكرين الحباب بن المنذر اللي كان جاله في غزوه بدر وقال له: يا رسول الله، المكان اللي انت نازل فيه ده مش صح، ننزل في مكان تاني. فالنبي استجاب له. هو بقى يبدو ان الحباب بتاع الحاجات الاستراتيجيه دي، بتاع المعارك. فقال رسول الله تاني: اهذا امر امرك به الله فاسكت، ام هو الراي والحرب فاقول؟ شوفوا الادب، اسكت ولا اتكلم؟ فقال: بل هو الراي والحرب. قال: يا رسول الله، اقتربت ودنوت بنا من الحصون، فيرانا عدونا ويعرف أخبارنا ولا نراه، ونحن في موقع نبالهم، فابعد بنا يا رسول الله عن الحصون، وانزل بنا بعيدا كي لا يعلموا أخبارنا ولا يضربونا بالسهام. فقال النبي: أشرت بالرأي، ولكن نبقى هذا اليوم حتى لا يظنوا أننا جبنا من أول يوم. أنا مش عايز أرفع لهم الروح المعنوية بتاعتهم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بدأ الحصار. هنحاصر قد إيه؟ 15 يوم. يا نهار أبيض، أول حصن دول 8، 15 يوم أول حصن. طب الوضع إيه؟ الجوع بدأ يزيد، جعانين قوي، والجيش واقف ومش ممكن، الحصن مستحيل. ها الإيمان هيجي دلوقتي، بس إحنا تعبانين، تعبانين يا رسول الله. طب هنعمل إيه؟ تبدأ بقى شوية حاجات تحصل. زي ايه؟ يبدأ واحد زي سيدنا عبد الله بن مغفل المزني، بيقول: في وسط ما الجوع شديد وبدأنا نربط الحجر على بطننا، انا كده واقف بعيد فلقيت جراب، يعني لفة كده فيها شحم، مش لحمة كمان، شوية دهن، ففرحت بها. تخيل ده الجيش اللي محاصر 10,000، اللي محاصر كل الاكل ده، لقيت شويه شحم، ففرحت بيها فاخذتها. ما كلهم جعانين بس انا جعان قوي. فاخذتها في يدي وقلت بصوت خفيض بيكلم نفسه: والله لا اعطي احد منها شيئا. فالتفت فاذا رسول الله ينظر الي يبتسم ابتسامه الغضبان. لا، التربيه بالنظره. فاستحييت من نفسي فأخذتها وقسمتها على 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. التربية بالنظر يا أخوان، التربية بالابتسامة. ما كلموش النبي، ما كلموش، بصله. لا، مش إحنا اللي نعمل كده، مش إحنا اللي ناكل لوحدنا، مش إحنا اللي التلاجة مليانة،
وتلاجه اللي جنبي فاضيه، مش احنا. تخيل التلاحم اللي بين النبي وبين الصحابه، انك تقدر تغير تصرفات بني ادم بنظره. في ناس يا جماعه دلوقتي في بلادنا لو بصيت له 100 بصه، ايه عايز ايه؟ يعني لو في ايه بتبص لي كده ليه؟ يعني في ناس لا ترتدع بالاف النظرات. لكن هذا الصحابي واعرابي ونفسه رودته، يعني عايز ياكل لكن بنظره بابتسامه. وشوف النبي اللي ما اتكلمش، اللي عارف ان هذا الرجل هيفهم بابتسامه. في ناس ما بتفهمش بالاف الكلمات. يا ترى يا جماعه بعد ال 30 حلقه دول هنفهم ونتحرك ولا يعني؟ فكانت ابتسامه النبي صلى الله عليه وسلم، الروح المعنويه بدات تنزل. لا ده احنا سلاحنا الايمان، ما ينفعش الروح المعنويه تنزل. طب عايزين نعلي الروح المعنويه، هتعمل ايه يا رسول الله؟ مفاجاه، هيلجأ تاني الى الفن. ايه ده؟ عايزين نسمع نشيد او اغنيه. يا ابن الاكوع، عامر بن الاكوع، خذ لنا من هناتك، سمعنا حاجه. سمعنا حاجه يا ابن الاكوع. فبدا يغني، صوته جميل جدا. اللهم لولا انت ما اهتدينا، اللي اتالفت في الخندق، هي اتالفت في الخندق بس هتتغنى هنا. اللهم لولا انت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزلا سكينه علينا. شوف النبي استخدامه للفن ازاي. بص الفن بيجي في حياه النبي فين؟ ارفع الروح المعنويه تعمل نهضه. ما قالش لا للفن، ولا شاف في حياه النبي فن رديء زي اللي احنا بنشوفه دلوقتي، اغاني فيديو كليب بتضيع الشباب. احنا موافقين على الفن، بس اللي يلعب بينا، اللي يرفع قوتنا وعزيمتنا ويخلينا ننتج ونحسن. وشوف النبي بيستخدمه ازاي بحكمه شديده. نرفع الروح المعنويه ازاي؟ هم دلوقتي محتاجين اغنيه. غني يا ابن الاكوع. اللهم لولا انت ما هدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزلا سكينه علينا، وثبت الاقدام ان لاقينا، ان الطغاة قد بغوا علينا، اذا ارادوا فتنه ابينا. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ الكلمه الاخيره ويقعد يرددها، يقول ابينا ابينا ابينا. شايف حاسس، شايف النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوانا، شايف الطريقه بتاعته صلى الله عليه وسلم ورفع كل حاجة عظيمة. يا رسول الله تعالوا نشوف، هنا عظيم، هنا عظيم، هنا أي حاجة. هاتلي أي مجال من حياة البشر اللي تميز فيها البشر، عظيم. إدارة، تخطيط، سياسة، عظيم. فبدأت الروح المعنوية تعلى تاني. بدأ النبي يحس إن إحنا بقالنا كده 13 يوم مفيش شدة. الحصن ده اسمه حصن الناعم. 13 يوم والحصون زي ما بقول لكم بتؤدي إلى بعضها والناس تعبانة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول، بدأ النبي يجيب له حاجة اسمها الشقيقة. يوم 13 يوم من الحصار، لسه أول حصن. إيه الشقيقة دي؟ الشقيقة زي صداع نصفي بيجي للنبي ما يقدرش يخرج من خيمته. النبي تعب قوي. عارفين الشقيقة دي كان بيجي له ليه؟ فاكرين في أحد لما ابن قمأة ضرب النبي بالسيف على الخوذة، فالخوذة رشقت في دماغ النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الحديد في وجه النبي. من يوميها بيجي له هذا الصداع النصفي. بذل جامد قوي، النبي تعب كتير عشان يا اخوانا. عيب لما نضيع الكلام ده. فالنبي جات له الشقيقه يوم 13، فقال يا ابا بكر خذ الرايه واخرج وافتح عليهم. فدخل ابو بكر يحاول وقاتل قتالا شديدا، عايز يخش الحصن، فلم يفتح له. يوم 14 يا عمر خذ الرايه، فدخل فقاتل قتالا شديدا وحافر وحاول يدخل، فلم يفتح له. فالروح المعنوية باش، بص بقى في لحظة هيرفع الروح المعنوية ازاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في صلاة العشاء وقام قايل ايه؟ لأعطين الراية غدا بعد صلاة الفجر. طب ما تديها دلوقتي يا رسول الله عشان يباتوا الليلة دي. اسم بص هيعمل ايه دلوقتي؟ لأعطين الراية غدا بعد صلاة الفجر رجل لرجل يفتح الله على يديه، ليس بفرار، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وقام قايم النبي صلى الله عليه وسلم وما قالش مين الشخص ولا اداها دلوقتي. بيقول لك فبات الناس، بص شوف صلى الله عليه وسلم سطر واحد، فبات الناس نسيوا بقى الالم والتعب والروح المعنويه، هيديها لمين؟ يقول عمر بن الخطاب والله ما تمنيت ان اكون اميرا الا يومها. واحد بيحب ربنا ودي تبقى الشهاده من النبي، وربنا بيحبه والرسول بيحبه وهيتفتح له ومش خواف. أنا
يقول واحد تاني من الصحابة اسمه بريدة يقول فبات الناس كل منهم يعرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم النبي معدي كل شوية يجي واحد ويقف قدامه ويبتسم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا. يقول وهو بريدة ده ما ملوش في الحرب، يقول حتى تطاولت لعله يعطيها لي. شوفوا الطموح، شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم، شفتوا الإيمان يا أخوانا، عرفتوا ليه التنمية بالإيمان؟ شفتوا بيعمل إيه؟ مفتاح. تاني يوم بعد صلاة الفجر صلى النبي الفجر، بيقول لك نتقاتل على الصف الأول عشان أبقى قدامه يمكن. فقال النبي أين الراية؟ بص بص بيعملها إزاي؟ أين الراية؟ تيجي الراية عشان كله يبقى شايفها، عشان تتعلق عينيهم بيها. صلى الله عليه وسلم حاجة، أين الراية؟ تيجي الراية. يمسكها النبي يقول سلمة فجئت بها، فقال النبي غرسها أمام الناس، فغرستها حطتها. فنظر النبي إلينا وقال أين علي بن أبي طالب؟ فقلنا يشتكي عينه يا رسول الله، عينه وجعان، شوف حد تاني يا يشتكي عينه يا رسول الله، عينه وجعان. قال ما بها؟ قالوا أصابها المرض فلا يكاد يرى بها. فقال علي به، فجاء علي قال مالك؟ قال عيني بها رمت فلا أستطيع أن أبصر يا رسول الله. قال أدن مني، فدنوت. فقال نم على الأرض وضع رأسك في حجري. فنمت على الأرض ووضعت رأسي في حجر النبي. ما أنت لو غالي يعمل معك كده، لو جدع يعمل معك كده، لكن لو مش غالي خليك قاعد ورا. فوضعت رأسي في حجر النبي فنفخ في بطن يده، ثم ظل يدعو ويضع يده على عيني يقول علي أقسم بالله العظيم، ظل يفعل ذلك وأنا أقول ليتها تبقى ليضع يده على عيني، يا ريتها تفضل كده ويفضل حاطط ايده على حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم بيطبطب عليا وبيدعي لي. يقول فرفع يده عن عيني فوالله كانه لم يصبها شيء ابصر بها، اقسم بالله ما عدت ادري ايهما كانت المصابه اليمنى ام اليسرى من كتر ما انا مش مصدق شايف الاثنين زي بعض كويس قوي. يقول والله ما اصابني الرمد بعد ذلك اليوم، عمري ما عيني وجعتني بعد ذلك اليوم. فقال النبي خذ الرايه، خلاص بقى الروح فوران في الروح المعنوية، خذ الراية وادخل عليهم وسيفتح الله لك، ولا تلتفت، ما يهمكش، ما تبصش وراك، توكل على الله. يقول فأخذت الراية ثم انطلقت، ثم قلت لنفسي، رجل عاقل برضو سيدنا علي بن أبي طالب، على ما أقاتل الناس هحاربهم عليه، ما قاليش أنا مش طالع كده بنفذ عنياني يا شباب ليلة التهور، مش كده رايح انفذ عنياني حتى علي مع ابي طالب مع النبي، مش افهم الاول؟ ما فيش شاب حد يقول له كلمتين فيتهور ويروح يقتل حد ولا يروح يدمر حاجه، مش تفهم؟ مش تسال؟ ده سال النبي، مش كفايه ان النبي بعتني، مش كفايه ان النبي بعتني، فهمني الاول. يقول فاردت ان اعود اليه لاساله، فتذكرت كلمه لا تلتفت، فعدت بظهري كي لا اخالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناس فعدت بظهري فوقفت امامه. فقلت شوفوا الجمع ازاي، تقدر تجمع بين الطاعه وبين انك بتفكر وبتسال قبل ما بتنفذ. شوف جمع بين الاثنين ازاي، طاعه شديده رجع بظهره وفي نفس الوقت ما بنفذش عمياني، انا لازم افهم الاول ازاي تجمع بين الاثنين. في ناس بتنفذ عمياني فيروح يخرب الدنيا، وفي ناس تقعد تسال لما يزهقك في عيشتك، مش هيعمل، هو هيقعد يسال ومش هيشتغل، وفي واحد سخن هيشتغل بس عايز افهم. هو ده علي بن ابي طالب. عرفت من علي بن أبي طالب؟ يحب الله ورسوله ويحبه ليس بيفرق، وده مبدأه في حياته سيدنا علي بن أبي طالب. فيرجع بظهره فيقول يا رسول الله على ما أقاتل الناس، يفضل يرجع لغاية النبي يبقى قدامه فيبص للنبي على ما أقاتل الناس. قال علي ادعوهم أولا إلى الإسلام. خيل بيقول له هيفتح رب الإسلام الأول، فلئن يهدي الله بك رجلا، إحنا دعاة هداية، إحنا دعاة رسالة يا علي، فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس من كنوز خيبر. لو فتحناها بالفلوس فاهمين؟ ما احنا هناخد غنائم. لا، لو اتهدى واحد منهم احلى من كل الكنوز. فانطلق علي يقول فوصلت الى باب الحصن فركست الراية على باب الحصن، فاطلع الي رجل من اليهود فقال لي من انت؟ فقلت علي بن ابي طالب. فقال هزمتم والذي أنزل على موسى. مكتوب عندهم إن اللي هيفتح واحد اسمه علي بن أبي طالب، فلما عرف الاسم قال هزمتم والذي أنزل على موسى. فقالوا نلجأ إلى المبارزة،
فطلع أربعة إخوة مرحب وياسر عيلة كلهم عمالقة جتت عمرهم ما بيخسروا في المبارزة. خلي بالك مش هتحصل حرب حرب، هيحصل مبارزة. فيطلع الأربعة، فيطلع لأول واحد مرحب. مرحب دون هو قائدهم وأكتر مبارز فيهم، ويبدأ يقول شعر بيقول فيه يعني إيه برضو زي ما أنتوا عارفين أنا مش عارف أحفظ الشعر، ما علينا. يعني يقول قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب. بيشد نفسه سيدنا علي يسكت له، فيرد عليه يقول له أنا الذي سمتني أمي حيدرة. حيدرة اسم من أسماء الأسد. هو أمه مين؟ فاطمة بنت أسد. فهو بيقول له أنت عمل لي مرحب، أنا الذي سمتني أمي حيدرة. ويدخل سيدنا علي فخلص عليه، ما خدش في إيده غلو مرحب ده اللي كان عامل نفسه جدع يعني. فقام طالع أخو مرحب ياسر، فالنبي شاف ياسر عملاق، فقال النبي ما أطوله، أهو خمسة أذرع؟ مترين ونص ده ولا كام؟ رهيب. فسيدنا علي طلع له، فقال الزبير بن العوام يا علي قتلت مرحب، دعه لي، يعني انت كل حاجه انت اللي تخلص عليها، انا كمان اخش؟ شايف ال فقال افعل، خش يا زبير. فالزبير داخل، فامه ورا من ضمن ال 20 مراه السيده صفيه بنت عبد المطلب. فالسيده صفيه قالت يا رسول الله يقتل ابني، شايفه عامل ازاي يا رسول الله؟ قال بل ابنك قاتله ان شاء الله. فدخل الزبير طك خلص على ياسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بيه قوي، فدعا له النبي وقال لكل نبي حواري، حواري يعني ناصر ومعين، وحواري الزبير بن العوام. حد هنا يا جماعة حواري النبي هيكون؟ حد النبي صلى الله عليه وسلم هيقول له أنت ناصري ومعيني سنة 2005 سنة 2006 سنة 2010؟ لكل نبي حواري ناصر ومعين وحواري الزبير بن العوام. فيرجع الزبير فبيقولوا له ما أعظم سيفك، ده انت سيفك جامد قوي. فقال والله ما كان عظيما غير اني اكرهته. فاهمين الحته دي؟ انا برجلتي خليته عظيم، مش هو العظيم. رفض ان هم يقولوا له سيفك عظيم. شايفين الزبير؟ خلي بالكوا دول كانوا الاطفال اللي النبي رباهم في مكه، والناس كانت بتبص ان هم عيال. اوعوا تستهونوا باولادنا يا اخوان، طلعوا اولادنا، عايزين نطلع علي والزبير. انظر لابنك كده، النبي بص لهم زمان كده فطلعوا كده. طول ما هتبص لابنك على انه عيل هيضل عيل. كبره كبره خليه راجل. محتاجين الجيل اللي جاي قوي قوي لو عايزين فعلا نغير واقعنا المظلم اللي احنا فيه. يطلع سيدنا علي ويبدا يدخل الخندق يوم 15، يتفتح اول حصن وينهار اليهود، ويطلعوا على الحصن الثاني وخلاص، ويدخل المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم ما بيدخلش الحصن يموتهم فيه، سابهم يروحوا، هم هيستسلموا قريب خلاص، هي الخطة هتمشي، هنوصل للصلح. بس كنا مضطرين نعمل كده، عدد الموتى قليل جدا. يتنقل النبي صلى الله عليه وسلم من الحصن الأول للحصن الثاني، والنبي بيتنقل من حصن لحصن، يجي راجل من المسلمين، فالمسلمين جعانين جدا. ففي واحد راعي غنم يهودي تبع الجيش كان جايب الغنم بتوعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتينا بغنم من هذا الغنم؟ ما احنا بنحارب، دي حرب. فقال أبو اليسر كعب بن عمرو أنا أتيك بهما يا رسول الله. يقول فانطلقت أجري فأخذت غنمتين تحت أذرعي وجريت بهما إلى النبي فوضعتهما بين يدي النبي، فالنبي نظر إلي وابتسم وقال اللهم متعنا به، يا رب طول في عمره. فكان آخر صحابي مات بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يحكي هذه القصة ويبكي ويقول دعا لي النبي فقال اللهم متعنا به، هلك كل أصحاب النبي وماتوا وما زلت حيا، متى ألقى حبيبي محمد؟ يعني يا رسول الله انت دعيتك ان ربنا يطول في عمري، وكل الناس بتفرح بالدعوة دي، بس انا مشتاق لك، انا اخ. فكان كعب بن عمرو أبو اليسر آخر أصحاب النبي موتا بدعوة النبي اللهم متعنا به، يا رب طول في عمره. النبي صلى الله عليه وسلم في وسط هذا الأمر تبدأ نفتح الحصن الثاني، هنفتح قبل ما نفتح الحصن الثاني يجي عبد أسود راعي غنم غير الأولاني، راعي غنم بيرعى غنم لمرحب اللي اتقتل دون فراعي الغنم ده كان جوه الحصن. فسأل نفسه وقال والله محمد على الحق، سمع اليهود بيتكلموا ان النبي على الحق. فخد الغنم بتاعه وهو طالع يسرح بيها، وقام طالع ورايح للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله علمت انك على الحق واشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. فيا رسول الله علام اكون معك، يعني انا حسلم هتديني ايه؟ قال الجنه.
قال وما الجنة؟ فظل النبي يصف له الجنة. احنا عايزين نوصف لأولاد، عايزين نغمض عينينا ونشوف الجنة يا اخوانا، ونشوف انهارها، ونتفرج على القصر بتاعنا، ونتفرج على الشجر، ونتفرج على الملاعب وملاعب الكوره، ونتفرج على اليخوت اللي في الميه، ونتفرج ازاي الانهار بتجري من تحت القصر بتاعنا، وان سقف بيتنا في الجنه عرش الرحمن، وانك تفتح ازاز القصر بتاعك تلاقي قصر النبي قدامك، وانك تعزم النبي والسيده خديجه وابو بكر وعمر وصحابه خيبر ال 1400 وتقول لهم انا عازمكم على العشاء عندنا في القصر بتاعي، وعازم الناس اللي كانت بتتفرج على الحلقه خليك جدع واعزمنا، ونقعد كلنا على الانهار، وبعد كده الرسول هيحكي لنا دي الجنه يا اخوانا، والسعاده والحب، والناس اللي فقط اللي مش لاقيه الحب هنا، والشباب والبنات اللي ضيعهم الحب في الدنيا ودوروا عليه وما لقوهوش او راحوا للمعاصي بسببه، الحب العلاقه الحب اللي مش عليله اللي زي الخطوبه وكتب الكتاب على اعلى درجه، وحور عين وسعاده وانهار واكل وفرحه، جنه. فالنبي حكى له قال يا رسول الله انا معك، أرأيت يا رسول الله إن قتلوني اليوم أروح الجنة أذهب إلى الجنة؟ فقال النبي نعم. فقال يا رسول الله إني أسود اللون نتن الرائحة، أنا ريحتي وحشة، خبيث الثياب، ثيابي وحشة، غير محبوب من المال، لا مال لي، ده أنا وحش، ده أنا كل حاجة تعبانة، قبيح الوجه، يا رسول الله أأدخل الجنة إن قتلت؟ قال النبي ويبيض وجهك ويجمل ثيابك ويطهر رائحتك ويكثر مالك. قال يا رسول الله ولكني معي غنم القوم أريد أن أردها إليهم. فأعجب بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادفعها وارميها بحصاة تعود إلى الحصن. الله، طب ما احنا لسه واخدين منهم غنم دلوقتي، طب ليه الغنم ده يعود؟ لأن احنا اللي خد منهم الغنم كان محارب، لكن ده مواطن طلع منهم كمواطن، يبقى الغنم بتاعهم لازم يرجع. خطيرة، شايف تفاجأ؟ ده كان مواطن من أهل البلد طالع بيهم كمواطن مش محارب، دلوقتي هيبقى محارب، لكن الغنم دول كمواطن لازم يرجعوا، حق المواطنة يا اخوانا. يا نهار أبيض يا مسلمين يا اللي في الغرب، احترام تقاليد الغرب مع الاعتزاز والافتخار بإسلامنا، مش معنى إن احنا نقول إن احنا مواطنين في الغرب، لا، عندنا إسلام مفتخرين بيه، لكن بنحترم تقاليد وعادات وقوانين البلد اللي احنا عايشين فيها. فيرجع ويدخل المعركة فيقاتل فيموت شهيدا. فيقول النبي أو قد مات؟ فيقولون نعم. فيقول النبي لم يصلي لله ركعة، عمل قليلا وأجر كثيرا، ضعوه في خبائي. ويحضنه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول والله لقد بيض الله وجهك وكثر مالك وجمل رائحتك. ثم قال النبي والله أرى معه الآن زوجته من الحور العين تنفض التراب عن ثيابه تقول قاتل الله من قتلك أنت رفيقي في الجنة. ويموت العبد الأسود ويتفتح الحصن وتيجي الغنائم وتبدأ المسلمين يكثر بينهم الغنائم وتتوزع الغنائم، فيروح الواحد من الصحابة 1400 ويقولون النبي بعت لك ده نصيبك من الغنائم، فيقول لا والله ما على هذا اتبعته، ولكن اتبعته على سهم ها هنا. بعد ما يقولها بنص ساعة واحد من اليهود يرمي سهم، ينزل السهم حيث أشار مطرح مشاور، فقال النبي أهو هو؟ فقالوا نعم يا رسول الله. قال حيث أشار؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فقال صدق الله فصدقه الله. اصدقوا مع ربنا يا اخوانا، اصدقوا. لو علم منك الصدق وانت بتقول النهارده طب انا عايز اعمل حاجه، عايز ابقى صاحب رساله، اعمل ايه؟ لو علم منك الصدق والاصرار وبان دون في تصرفاتك في 2006 هيشغلك عنده ويكبرك وتعملي حاجات عظيمه وتشيل الرساله، وما تقوليش اصل انا كنت سخنه وبعد كده بريت، انت ما كنتيش مصره. لو صدق الله لصدقه الله، صح ولا لا يا اخوانا؟ معقوله تروح لربنا بس لازم يكتشف الاول مصر ولا لا؟ يسيبك شهرين بعد رمضان كده تبرد وبعدين يقولك ها يلا نشتغل، تقول انا بردت خلاص طلعت مش جدع، طلعت مش راجل، لازم هيختبرك. شفتوا اللي حصل يا اخوانا؟ وشفتم احنا وصلنا دلوقتي لغايه فين؟ احنا خلاص ثلاث حصون اتفتحوا واليهود عمالين يتنقلوا من حصن لحصن، ووصلوا لغايه اخر حصن، وبدأوا من النبي صلى الله عليه وسلم ياخد من الحصون الآلات الحربية بتاعت اليهود. إيه الآلات الحربية؟ آلة جديدة المسلمين ما كانوش يعرفوها هيستخدموها، اسمها المنجنيق، آلة تضرب بيها نار تدخل على جوه الحصن، اليهود كانوا مخبينها في الحصون اللي اتفتحت، فالنبي غنمها. ف
فبدأ النبي يقول أروهم المنجنيق، أنا مش هضرب خليهم يشوفوه بس. فبدأ النبي يحط المنجنيق ويقول لا تضربوه، أنا مش عايز أحاربكم، أنا مش عايز أموتكم، أنا مش متعطش للدماء، أنا عايز ألجئكم إلى الصلح. أول ما شافه المنجنيق أمو بعتين كنانة بن أبي الحقيق، يا محمد الصلح الصلح، قال على أن تنزلوا على شروطي. فهمتوا يا جماعة غزوة خيبر وصلت؟ اتحقق مراد النبي صلى الله عليه وسلم. إيه العبقرية؟ إيه العظمة دي؟ إيه التخطيط ده؟ إيه الثبات ده؟ إيه الإيمان ده؟ ما هو لولا الإيمان، ما هو تخطيط وإيمان. فاهمين يا جماعة؟ تاني تنمية بإيمان. إحنا بلدنا والله ما في أمل إنها تنهض بدون إيمان، واللي عمالين يحاولوا إن هم يقولوا تنمية ونهضة بكل الوسائل من غير ما يستخدموا أعظم سلاح نمتلكه إيماننا وديننا، سواء مسلمين أو مسيحيين. إيه المشكلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في وسط هذا الأمر كله يحط المنجنيق، وشوف إزاي يستخدم آلة جديدة، وشوف إزاي الاختراعات الجديدة يستخدمها فورا صلى الله عليه وسلم. يستسلم اليهود وينزل ويقول تنزلوا على شروطي. إيه شروطك؟ نزع السلاح، واحد مش هتهددونا تاني. اتنين، بص هيعمل معهم حاجة مفاوضة عظيمة جدا، تخرجوا عن المدينة، تخرجوا عن خيبر. خلي بالك دي تفاوض، يعني إيه؟ يعني هو مش عايزهم يخرجوا عن خيبر، بس هو عايز حاجة تانية. قالوا أبقنا، طب ما تخلينا نفضل في خيبر نزرع الأرض. فاهمين يا إخواننا؟ فقال إذا نعم. هو أصلا النبي في الآخر عايز إيه؟ مش عايز يطلعهم، بس عايز يتفق معهم اتفاق كمفاوض يفيد المسلمين ويقوي المسلمين. فقالوا نزرع الأرض، فقال إذا نعم، لو كده أنا موافق إن أنا أبقيكم. فبقى شروط الصلح مع كنانة بن أبي الحقيق سيد خيبر أن يبقى يهود خيبر في بلادهم معززين مكرمين، ما حدش له عندكم حاجة، ولكن هنفوضكم أن أنتوا اللي هتزرعوا الأرض، وهتدونا حصة معينة من الأرض، نص الأرض أو مزيد من الثمار بتروح للمسلمين كل سنة. هيجي واحد من الصحابة مثمن قضائي، عارفين لما يقولك اللي بيتمن قيمة الأرض ومراجع حسابات، زي يعني مراجع حسابات، يجي يراجع عليكم ويتأكد إيه اللي موجود في الأرض وقيمة المحصول قد إيه وحصة المسلمين قد إيه، ياخد الحصة ويديكوا الباقي، وبكده يبقى الصلح على كده. لكن مفيش نقطة سلاح موجودة معاكم، نزع السلاح عشان ما تهددوناش. ويطمد التصالح على كده، ويبقى اليهود، يبقى فعلا نحولهم من العداء إلى التعايش السلمي. وكمان خلي بالك هيستخدمهم في إيه؟ في التنمية، هيزرعوا الأرض. ليه؟ لأن هم أولى وأضرب الأرض بيها من الصحابة، مش أرضهم، يبقى هم اللي يزرعوها. معنى مهم جدا يا أخوان، ما أصرش النبي لا بره وإحنا اللي هنزرعها. طب ما تخلي الناس تنمي. وحاجة تانية، تخيل لو الناس دي بقت في بطالة والنبي خلوهم ما يشتغلوش، مش هيتحولوا إلى أعداء مرة أخرى؟ بص سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، طب ما نسيبهم يزرعوا، هينموا، احنا الثروة عندنا تزيد، وهم ينشغلوا بالزراعة، ياكلوا وينبسطوا ويبقاش عندهم بطالة. شايف سياسة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عظيم في كل حاجة صلى الله عليه وسلم. على فكرة من الحاجات اللي دمها خفيف ان النبي السنة اللي بعديها على طول بعت عبد الله بن رواحة يتمن قيمة المحصول ويجيب حصة المسلمين. فراح عبد الله بن رواحة فاتفقوا معاه وكله تمام، تمن وكل حاجة. راح السنة اللي بعديها قالوا له يا ابن رواحة احنا كنا عايزين نديك هدية، ربع التمر بتاع خيبر عايزين نديه لك عشان انت راجل بتتعب قوي، بس تقلل من حصة تقلل من حصة النبي صلى الله عليه وسلم شوية. عارفين عمل ايه؟ فخلع نعله ومسكه، قال اترشونني في نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انتوا فاكريني ان الضمائر اللي بتتباع؟ يا جماعة في ضمائر بتتباع الآن في مصلحة الأمة، في مصلحة المسلمين. عبد الله بن رواحة هياخد ربع التمر، يعني هيبقى مليونير، هيبقى غني قوي. أنا ما ترشيش في الأمة أبدا، أنا ترشي وضيع الأمة، أنا ترشي على حساب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بترشوني. يا جماعة اوعوا علشان ثروتك تزيد إنك تترشي أو إنك تضيع حق ناس غلابة، حق فقراء، حق ضعفاء، حق أمة محمد، فيقف النبي هو اللي يخصمك يوم القيامة. تخيل بدل ما النبي ياخدك في حضنه هو يبقى خصيمك يوم القيامة.
دي كانت غزوة خيبر. فضل حاجة لطيفة برضو نقولها لكم في الآخر، إن في واحد من الصحابة 1400 كان مسلم جديد من أسلم، اسمه الحجاج بن علاط. الحجاج بن علاط بعد ما خلصت غزوة خيبر والنبي انتصر، خلي بالكم غزوة خيبر دي لها أثر كبير قوي على قريش. ليه؟ ده كان آخر أمل عند قريش إن لسه في مواجهة مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. ولذلك يقول لك سقط، فتحت مكة بثلاث حاجات، بصلح الحديبية طبعا، وبمكاتبة النبي للملوك قال لك ده محمد بقى عالمي ما عادش شخصية محلية، وبالتالتة فتح خيبر خلاص خلاص النبي يا قريش ما عادش ما عادش. وبيقول لك فتحت مكة سلما ولم يرق فيها نقطة دماء بسبب فتح خيبر، خلاص خلاص قريش سلمت، هيدخل مكة بمنتهى البساطة من غير ولا نقطة دم، مع ان كان ممكن لو كان دخلها قبل كده بشويه تبقى حمامات دم، لكن لما عمل صلح الحديبيه وفتح خيبر بالطريقه دي وعمل الصلح مع خيبر، خلي بالك عنده صلحين دلوقتي، صلح مع مين؟ مع قريش، وصلح مع يهود خيبر. هو الاصل فيه السلام صلى الله عليه وسلم، مش متعطش للحروب، لكن احيانا يضطر اليها ليصل الى السلام، زي خيبر بالظبط بالظبط، حارب لاجل السلام. فوصل الخبر لقريش؟ لا ما وصلش. هيوصل ازاي؟ في واحد من الصحابه له فلوس عند تجار مكه، وهو اسلم وقريش مش عارف انه اسلم، الحجاج بن علاط. فقال له رسول الله قبل ما حد يبلغ قريش الخبر ممكن بس اروح اجيب فلوسي؟ فالنبي قال له روح. قال له رسول الله هلخبط، يعني ايه عشان اعرف اجيب فلوسي هقول كلام غلط. فقال له قول. فراح الحجاج بن علاط يا معشر قريش. فقالوا الحجاج بن علاط لعله قادم من جهه خيبر، عارفين ان تجارته ناحيه خيبر، عنده الخبر، قريش هتموت عايز تعرف الاخبار، ده املها الاخير، عنده الخبر. فقام جاي الحجاج قالوا اخبرنا يا حجاج. قال اين التجار؟ اجمعوا لي بس التجار الاول عشان اظبط فلوسي وبعدين اقول لكم اللي انتوا عايزينه. ايه ده، هو ينفع المسلم يبقى كده؟ ايوه يا عم، احنا عايزين ناس ناجحه ومعاها فلوس، وناس اقتصاديا وناس ناجحه ومعاها فلوس وحريصه على فلوسها وبتنميها، ده اسلام، ده النبي قال له قول اللي انت عايزه عشان فلوسك تزيد. فيجمع الحجاج ابن علاط وهيبدا بقى ايه يعمل بقى ايه كلام عجب جدا. قال اما تدرون ماذا حدث؟ سأبشركم ولكن تأتوني بفلوس الليلة من التجار. قالوا بشرنا. قال وتأتوني بفلوسي؟ قالوا والله لنأتينك بها. قال أسر محمد وانتصرت خيبر وقتل المسلم جيش محمد انتصار حاسم، وهو الآن في الأسر وسيأتوكم به كي يسلمونه لكم. فجمعوا المال والدول الحجاج وهو طالع العباس عم النبي، قال يا حجاج اصدقني أحدث ذلك؟ قال نخرج من مكة وتخرج معي وأخبرك ومعي مالي خارج مكة. فقام واخد فلوسه، إيه ده، هو ينفع صحابي يبقى كده؟ صحابي وكان مقاتل في جيش خيبر، إيه المشكلة؟ خد الفلوس وطلع بره وقال لا والله هزموا شر هزيمة وانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد الجيش سالما، ولم يقتل من أصحاب النبي إلا 16 رجل فقط، وقتل منهم 96 وعدنا إلى المدينة منتصرين. قال بشرك الله بالخير. فقال إياك أن تخبر عني حتى أعود إلى المدينة. قال والله لا أخبر عنك. فبعد ما قريش عملت الأفراح وبقوا الليالي الملاح وخلاص الموضوع خلص، جاءهم الخبر اليقين، فقالوا فعلها الحجاج ليأخذ مالها، خد فلوسه ومشي. دي كانت غزوة خيبر. ها يا أخونا حاجة جميلة جدا. طب إيه الدرس اللي نطلع بيه؟ تنمية بالإيمان، خطة بالإيمان. لولا إيمان الصحابة وصبرهم ما كانش هيحصل النصر، ما كانش هيحصل الاستسلام. اتنين، احنا دين سلام، قد نضطر إلى الحرب من أجل السلام بس ما بنضيعش حقوقنا أبدا. دول المعنيين الأساسيين. المعنى الثالث العظيم، ما بنعيش نفسنا. شفتوا الشحم اللي توزع؟ شفتوا عليه ابن أبي طالب وشجعته؟ شفتوا الزبير بن العوام؟ عيشوا للرسالة يا شباب، عيشوا للرسالة. المعنى اللي هو هدف الثلاثين حلقة، نطلع من رمضان أصحاب رسالة. إيه رسالة؟ عايزين ننهض بالأمة دي. ننهض بيها إزاي؟ في مجال تكنولوجيا، في مجال بطالة، في مجال مشروعات صغيرة، في مجال نحو أمية، كمبيوتر، في كل ما كل واحد يروح يشوف فين، وهنلتقي ونشتغل مع بعض وننزل ننفذ، ومفيش حل إلا كده. بس نفوق بقى ونصحصح كده وما نبردش بعد رمضان. أنا وصلت للنهاية، بكرة أحلى حلقة هي الحلقة الفرحة كلها، عرفتوها؟ فتح مكة الفرحة كلها بقى، وتسمع بقى الكلمة اللي بنحارب عليها بقى لنا كام سنة، 25 سنة، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما هو هي ده المفتاح بتاع فتح مكة، الكلمة اللي هيقعد النبي يقولها طول ما هو داخل، طول ما هو داخل يقعد يرددها يوم كامل، جاء الحق وزهق.
مش هنحرق بقى ايه، عارفين زي التمثيليات، هتعرفوا التفاصيل بكره ان شاء الله. تعالوا نختم بدعاء اني داع فامنوا الليله يا اخوانا. خلاص فضل 3 ايام، ادعوا من كل قلوبكم، ادعوا بكل قلوبكم بمنتهى الاخلاص لله، اني داع فامنوا. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا من تسمعنا الآن وترانا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم صل على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين، صل على حبيبنا وسيدنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرين. يا رب اجمعنا به كما آمنا به ولم نرى، يا رب لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم إننا يا ذا الجلال والإكرام نسألك يا أرحم الراحمين في هذه الليلة العظيمة، استخدمنا بعد رمضان ولا تستبدلنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، استخدمنا ولا تستبدلنا. يا رب اجعلنا على خطى الحبيب محمد بعد رمضان، فهمنا يا رب خطى الحبيب، اجعلنا على خطى النبي بعد رمضان، اجعلنا على خطى النبي بعد رمضان. فرحه بنا يوم القيامة، أسعده بنا يوم القيامة، نعوذ بك أن يخاصمنا يوم القيامة، نعوذ بك أن يبعد وجهه عنا يوم القيامة. يفرح بنا يا رب، يسعد بنا يا رب. اللهم إننا نسألك حبك وحب من أحبك وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعل حبك وحب النبي أحب إلينا من الدنيا وما عليها. يا رب اجعل حبك وحب النبي وحب الإسلام أحب إلينا من أولادنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا والدنيا وما عليها. املأ قلوبنا بحبك، ثبتنا بعد رمضان، ثبتنا بعد رمضان، نعوذ بك أن نضيع بعد رمضان، نعوذ بك أن نذهب بعد رمضان وننسى، نعوذ بك أن ننسى الحبيب محمد بعد رمضان، نعوذ بك أن ننسى سيدنا محمد بعد رمضان. يا رب سنفتقد سيرة النبي بعد أيام قليلة، وقد نبعد عن مدينة النبي. يا رب ردنا إلى الحبيب مرات عديدة، ردنا إلى النبي مرات عديدة. يا رب ردنا إلى مدينة النبي مرات عديدة، اجمعنا في أحضان النبي يوم القيامة، يباهي بنا الصحابة، يقول لهم أنتم أصحابي، أما هؤلاء فإخواني، نصروني من بعدي، مشوا على خطايا، ونكون معه في الفردوس الأعلى، جيرانه في الجنة. يا رب يا رب أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأنت عنا راضي. نعوذ بك أن نكون قد عصيناك في رمضان هذا العام فتحرمنا من الرمضانات القادمة، نعوذ بك أن نكون قد غفلنا أو عصينا أو قصرنا، فلا تستخدمنا بعد رمضان. انصرنا انصرنا انصرنا، استخدمنا، أعزنا كما أعززتهم، عزنا يا رب، أغث أمة حبيبك محمد. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم يا ربنا أعد علينا رمضان أعواما عديدة والإسلام عزيز. اللهم اجعل رمضان هذا العام آخر أحزان المسلمين، يا رب اجعل رمضان هذا العام آخر أحزان المسلمين. يا رب لا يأتي رمضان القادم علينا إلا والإسلام عزيز، لا يأتي رمضان القادم إلا والإسلام عزيز. اغفر لنا، سامحنا، ارض عنا، اعف عنا، اعتقنا، ارؤف بنا، كن بنا رؤوفا وعلينا عطوفا. انقطع الرجاء إلا منك، وأغلقت في وجوهنا الأبواب إلا بابك، لم يغلق أبدا، مفتوح باب التوبة والرحمة إلى يوم القيامة.
عبيدك سوانا يا رب كثير، أما نحن فليس لنا رب سواك، فإن تعذبنا فنحن نستحق ذلك، وإن تغفر لنا وترحمنا فأنت أهل ذلك، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اعتق يا رب، اعتق الليلة يا رب، اعتق، سامح، سامح يا غفور، سامح يا عفو، سامح يا كريم، إن كنا قد عصيناك فأنت الكريم، فلا تتركنا، اعفو، اغفر، سامح. يا رب الملايين تدعوك الآن وأنت تسمع الصوت، لا يشغلك سمع عن سمع، يا من تسمعنا في هذه الليلة العظيمة. يا رب لا ينقضي رمضان إلا وقد أعتقتنا، لم يبق إلا 3 أيام، نلوذ بك، نتذلل إليك، نستغيث بك، اعتقنا، اعتقنا وأولادنا يا رب، وأولادنا يا رب، وأبائنا وأمهاتنا اعتقهم يا رب، إن كانوا أحياء أو أموات، أبائنا أو أولادنا إن كانوا أحياء أو أموات، اعتقهم يا رب، اعتقهم يا رب، اعتقهم يا رب، زوجتنا يا رب اعتقهم يا رب، اعتق الأمة، اعتق الأمة لننهض بعد رمضان، اغفر للأمة لتنهض بعد رمضان. يا رب نتذلل، نستغيث، لعلها ساعة إجابة وأنت تسمع الدعاء. أراضي عنا الآن يا رب، راضي عن الملايين الذين يؤمنون من جوار بيت حبيبك محمد يا رب، أجب يا رب الدعاء، انصرنا، اعتقنا، اغفر لنا، ارحمنا، اكتبنا الليل من أهل الجنة، استخدمنا بعد رمضان، انصرنا، اجعل رمضان هذا العام آخر الأحزان، لا يأتي رمضان القادم إلا والإسلام عزيز. يا رب، يا رب نطلع لصلاة العيد وصحائفنا بيضاء يا رب العالمين، يا رب نخرج لصلاة العيد وصحائفنا أبيض من الجلاليب البيضة اللي حنلبسها يا رب العالمين، نطلع لصلاة العيد تباهي بنا الملائكة يا رب العالمين. يا رب لا يتخلف واحد ممن يسمع الآن عن رحمتك وإن كان عاصي يا رب، اغفر يا رب، سامح يا رب، اعتق يا رب قبل أن ينقضي رمضان، استجب، أنت المجيب، أنت تقول، نبيك أخبرنا أنك تستحي أن يرفع العبد يديك إليك يديه وتردهما خائبتين. اعتقنا يا رب، اغفر يا رب، انصرنا، استخدمنا، اهدنا يا رب، استجب يا رب، يا رب، يا رب، يا رب. آمين، 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 وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.